سهام محمدي. صباح الخير، صباح الأنوار، سعيدة بلقائكم مستمعينا في عدد جديد، حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي، برنامج الاستهلاك، برنامج الأسرة المغربية بامتياز أصوات السوق. الأسبوع الماضي كنا خصصنا الحلقة ديالنا كما تبعتوا مستمعينا الموضوع التسمومات بالغاز، الموضوع اللي أكيد لقى تجاوب كبير من طرف المستمعين ديالنا، خصوصا أننا تعرفنا رفقة ضيوف ديالنا على معلومات جديدة ما فدا أن الغاز ما كيتسربش مع الماء ولكن كيكون في الهواء، وهذه معلومه اللي يعني جديده بالنسبه لي انا شخصيا وبالنسبه للمجموعه ديال المستمعين. ايضا التوقيت اللي كيفصل ما بين التسمم والوفاه لا قدر الله هو 12 دقيقه، يمكن يوصل حتى ل 15 دقيقة وإلى ما تعتقش الإنسان. ودائما في نفس السياق غادي نتكلموا على التسممات بأحادي أكسيد الكربون، ولكن هذه المرة ناتج عن وسائل التدفئة التقليدية. غادي نتكلموا على الفخر، غادي نتكلموا على السخان ديال التدفئه اللي كنخدموه بالعواد، كيف ما غادي نتكلموا على البوطه الصغيره. غادي نشوفوا رفقه المتخصصين الخطوره ديال هاد الوسائل على الصحه ديالنا، ودائما كنذكر المستمعين ديالنا اللي ما تبعوش معنا الحلقه الماضيه ان المركز ديال التسممات واليقظه الدوائيه أعطى واحد الرقم ديال 2015 اللي متعلق بالناس اللي تعرضوا للتسممات، 2828 شخص توفوا منهم 7. ضيوفي دائما اليوم الأستاذة رشيدة أغندوز، متخصصة بالتسممات بالغاز بالمركز الوطني للتسممات واليقظة الدوائية. صباح الخير دكتورة ومرحبا بك. صباح الخير وصباح الخير كاع الناس اللي كيسمعوا لينا، وشكرا بزاف على الاستضافه. لهلا اختك دكتوره اغندوز. معايا ايضا الاستاذ احمد بيود، الكاتب العام لجمعيه اصدقاء نائل وعضو الفيدراليه المغربيه لحمايه لحقوق المستهلكين. صباح الخير استاذ بيود. صباح النور واهلا وسهلا. تحية المخرج ديالنا واللي كيرافقني دائما وانا سعيده بالرفقه ديالو، سي يوسف الحراق المخرج وايضا مستقبل المكالمات. صباح الخير ومرحبا بكل المستمعين ديالنا، مرحبا بالاتصالات ديالكم دائما على رقمنا الوحيد اللي هو 0522 74 24 05 22 77 24 24. واكيد اليوم غادي نستفدوا كثير في الموضوع اللي اختارينا وخصصناه للتدفئة بالوسائل التقليدية، ونذكر الفاخر، الناس اللي كيسخنوا بالفاخر بديك العواد، وأيضا الناس اللي كيدفوا حتى بالبوطة الصغيرة أو لا كيدوشوا كيدخلوها معهم، فهي خطيرة وهي النقطة اللي كنا وقفنا فيها عند نهاية الحلقة الماضية. كنقترح عليكم مستمعينا أننا نستمعوا لها التصريحات اللي استقتها لنا أسماء خندوف ومن بعد نواصلوا. إذا كان كيدير العواد ولا هذه الشيميني، الناس اللي يديروا الشيميني يكون شويه بعيد، يكون كيكون الدار تكون كبيره، سيختو الفاخر. الفاخر كنصح الناس بلا ما يديروه، لان الفاخر سي تري دونجرو، زعما خطير. الفاخر واعر الا دخلتيه معك زعما حيت كاين البرد غادي يقلبك، كيقلب هو الفاخر. البوطه حتى هي صعيبه، كنصبروا بلي كاين البرد تيدوز صافي، ما كان دير لابوطة ولا فخر. أنايا فخر كنقص الأكسجين وداك الشيء من الدار، سكيل فيها الواحد راه غادي تخلق، فهمت؟ كنجد بيرسونيلمون أنا ما عمري ما استعملتها ولا حتى ما فامي، وكنظن بلي عندها مخاطر سورتو إلا استعملناها في الدار، كل الدار تما في لاشامبر ولا شي حاجة، الواحد يقدر يتخنق، البوطة تقدر تخنق، فوالا هادشي علاش مكيستعملوهاش الناس بزاف. À mon avis, le fakhr déconseille parce que chez la plupart qui est motivé, surtout les caisses de l'homme, la flashambre, le fakhr qui absorbe égale l'oxygène, donc c'est déconseillé pour moi. هاد التصريحات استقتها لنا زميلتنا أسماء خندوف، مشكورة. دكتورة رشيدة أغندوز، نبغي تعليق ديالك على ما جا في التصريحات. نعم، فمن خلال هاد التصريحات هادو اللي عطاو الناس فكيبان باللي الناس راهم واعيين، واعيين مزيان به الخطوره اللي كتقدر تنتج عن استعمال كما قلتي الفاخر باش نسخنوا المنازل ديالنا. نعم استاذ احمد بيوض. انا كنظن ان كيف ما شفنا الاسبوع اللي داز فعلا كاين واحد الوعي، ولكن واحد الحوجه صغيره ولا بدا ما نشروا لها، لان الناس كيهضروا على ان الاكسجين ما كيبقاش،
كون غير ما كيبقاش الاكسجين ما كاين باس. نعم حنا راه داك الاكسجين اللي كيتحيد هنا راه كيتحرق راه كيتعوض بواحد الغاز اخر اللي قلنا انه احادي اكسيد الكربون. نعم بعد ما البرنامج الاسبوع اللي داز مجموعه ديال الناس منهم اصدقاء منهم بقينا كنتناقشوا شنو الموضوع شنو هادي شنو هادي فلقيت على ان واحد المجموعه ديال الناس منهم واحد الشخص بالضبط بلا ما الله يسلم عليه من هنا ويذكروا بخير حتى عليا قال لك لا ما يمكنش هذه غير الهضره خويا ما يمكنش جاز منين غادي يجي قال لك منين غادي ما يمكنش انه يمشي في هواء يتسرب في الماء لا داك احادي نعم احادي اكسيد الكربون اللي هو نتيجه الاحتراق ديال الاكسجين مع البوتان ولا البروبان اللي هو كيعود بلاص كياخذ الفراغ اللي مشى فيه الاكسجين قال لك ما يمكن عندوش الغاز منين يجي اذا راه هذا هو القول ديالو ان راه الحل الطريقه الوحيده باش الغاز كيتسرب هو اللي كيجي مع الماء حنا فسرنا الاسبوع اللي داز اذا ما بغاش يقتنع بهذا نعم فلقيت له واحد تفسير والدكتوره غادي تاكدوا او تنفيه كنشوف ملي كتكون كتعوم ملي كيتكب عليك الماء فوق راسك نيفك ما كيتنفش هذا كنفهمها لان الا تنفستي غادي تدخل الريح وما كتشمل لا والو ولكن ملي كتبقى هذيك لابوم ديال الدوش محطوطه ولا الماء كيتكب باش تعمر شي سطل ولا شي حاجه نيفك راك خدام قال لي ايه قلت له ما كتشمش الرائحه اللي كاينه ديال الغاز كتشم والو قال لي لا قلت له اذا راك ما كتشمش الغاز اللي وسط القرعه كتشم ما كتشمش لان الغاز اللي غادي يوصلك للمقبره لا قدر الله قلنا له راه هو احادي اكسيد الكربون وقلنا على انه ما فيه لا ريحه ولا لون ما يمكنش تعرفوا قلت له شوف تصور دابا واحد العود ديال الند اللي كتشعلوا بالوقيده راه كتحرق واحد الماده فيها الريحه مع الاكسجين لان الا درتيه وسط واحد القرعه فيها الفراغ ما تشعلش العافيه وديك النتيجه ديال داك الاحتراق ديال داك العود ديال الند هو اللي كيخرج لك واحد الغاز اخر جديد مريح هو اللي كتشم ففي الحاله الاولى ما كتشموش حتى يدير مدار في الحاله الثانيه راه انت كتشمو ماشي هو واحد اكسيد الكربون وحاجه اخرى ولكن راه يكون كاين من القرعه غادي تشمو ملي ما كتشموش اذا ما جاش من القرعه عاد ارتاح ف اقتنع لا في الاخر اقتنع لان قلت له انت كت غير حداك في البوطه غير حداك في الكوزينه كتكون كطيب الا نسيتي واحد الفرنوس غير ما سديتيش راه كتشم الريحه خايبه عاد قال لي ايه ما كاينش وهذا ومن بعد وضعت سؤال راسي انا وطلعت على انني انسان بليد لان هذا السؤال انا كان في امكاني نوضع راسي ملي كنت كنقول راه الغاز جاي حتى هو مع الماء كنت نقول نفكر غير ما خدمناش بعض المرات ما كنخدموش مخنا بما فيه الكفايه غير كناخذوا موقف ونبقاو نشيروا عليه فبدلوا نتصنتوا ونغربلو شنو كنسمعوا وعاد ناخذ موقف انا ما كرهتش يعني نبدا الحلقه انا غادي نرجع عندك دكتوره نبدا الحلقه بهذه النقطه هذه ونعاودوا نذكروا بها هو ان الغاز واخا ماشي موضوعنا اليوم هو ان الغاز ما كيتسربش مع الماء ولكن كيمشي في الهواء دكتوره نفتحوا هذه الحلقه ونسدوا القوس بعجاله ونمشيو للموضوع ديالنا تفضل نعم غير بغيت نشرح واحد المسألة هو كيفاش كيوقع هذا التسمم هذا بغاز أحادي أكسيد الكربون اللي كيقدر يكون ناتج مثلا على الفخار على العواد كما قلنا في الحلقة اللي فاتت على السخان ديال الماء على السخان اللي كيشتغل بالضوء هو ملي كيكون هذا مثلا نهضروا على الفخار ملي كيكون هذا الفخار شاعل ماشي يبقى هذا الفخر شاعل كما قال الاستاذ ضروري كيكون عندنا احتراق وهذا الاحتراق كيستعمل لينا الاكسجين اللي عندنا في ديك البلاصه اللي حاطين فيها داك النجمة نعم يعني كيكون احتراق وهذا الاحتراق في الحاله الطبيعيه ملي كيكون عندنا الاكسجين كافي كينتج على هذا الاحتراق حاله طبيعيه الاكسجين زائد الكربون اللي عندنا في الفخر يعطينا ثاني اكسيد الكربون CO2 هذه حاله طبيعيه المشكل دابا شنو كيوقع ملي كينقص عندنا الاكسجين ملي تيبقى داك الفخر تيتحرق وما كيكونش عندنا واحد المصدر ديال الاكسجين من الخارج كيجي واحد الوقت ما كيبقاش عندنا الاكسجين دونك عود ما كيتكون لينا ثاني اكسيد الكربون لو CO2 كيتكون لينا احادي اكسيد الكربون لو CO اللي هو واحد الغاز
خطير وسام جدا. وشنو كيوقع كما قال الاستاذ شخص اوليو دابا ماشي غير كيتكون لينا هذا الغاز وصافي، ان الشخص ما بقاش عنده الاكسجين، الاكسجين اللي كاين كله تحرق، عود ما كيدخل الاكسجين للذات ديالو ملي كيتنفس، لان ضروري غادي نتنفسو عود ما كندخلوا الاكسجين للذات ديالنا، باسكو ما بقاش عندنا الاكسجين كله تحرق، كندخلوا لذاتنا وكنستنشقوا هاد احادي اكسيد الكربون لو سي او، الغاز اللي تكون لينا اللي هو واحد الغاز خطير وسام جدا، وما كيعطينا لا لون لا ريحه لا مذاق، يعني ما كنحسوش به. وقتاش كنحسوا براسنا راه في خطر كتبقى الاعراض ديال التسمم كتبان. الاعراض التسمم بمعنى وهو الاعراض ديال لان ملي كنبقاو ندخلوا هذا الغاز هذا احادي اكسيد الكربون لو سي او للذات ديالنا كنستنشقوه في بلاصه في بلاصه الاكسجين، نعم. يعني كندخلوا لدارنا واحد الغاز اللي ماشي هو الطبيعي اللي خاص يدخل، وبما انه خطير وسام وكيدخل بلاصه الاكسجين، اول عضو عندنا في الراس كيبدا يتضرر بهذا الغاز هذا هو الراس. كيبدا الحريق في الراس، كيبدا حريق الراس، الدوخه، كيبداو الاعراض الاخرين. حنا كندخلوا هذا الغاز هذا والخطوره كتزاد، الواحد ما كيبقاش يقدر يتحرك، الذات ديالو كلها كتقل، ما كيبقاش يتحكم فيها، نعم. وكيبقى غادي حتى كيوصل للكور للغيبوبه والوفاه. لا قدر الله. نعم. اللي بغيت انا نزيد هو انه هذاك احادي اكسيد الكربون هو نتيجه حتميه لا مفر منها من احتراق الغاز او الفخر مع الاكسجين، يعني ما يمكنش نحصلوا على شي حاجه اخرى الا درنا الفخر ولا الغاز بغينا كنشعلوا فيهم في واحد البيت، نعم. راه ما يمكن نحصلوا الا على احادي اكسيد الكربون في الاخر، هذا ما الا كان مغلق راه واحد الوقت ما كيبقى لنا ما نتنفسوا كنوليو كنتنفسوا غير هذاك الغاز، يعني ما يعني هاد جوج الحوايج الا زدنا واحد على واحد ما يمكنش نحصلوا على حاجه اخرى. نعم دكتورة، ربما كتذكر آخر نقطة كنا توقفنا فيها عليها أو فيها الأسبوع الماضي، عندها الأسبوع الماضي هي الناس اللي كيدخلوا معهم البوطة الصغيرة للدوش، نعم. نعم باش في نفس الوقت كيدفى المكان وكيسخنوا الماء وكيطيبوه، الله يكون في العوان، كما ذكرتي ربما هذه هي الجمله بالضبط اللي عقلت عليها الاسبوع الماضي، قلتي الله يكون في العوان ما كاينينش الناس كاملين اللي عندهم امكانيات باش يشريوا ديك السخان ديال الماء او اللي خدام بالغاز او بالضو، كيعتمدوا على البوطه الصغيره وكيدخلوها معهم للحمام، وكاينين بزاف الناس واللي كنعرفهم انا شخصيا. شنو يمكن لك تقولنا على هذه المساله وعلى هذه النقطة بالضبط؟ نعم، فكما كنقول أنا دائما واحد الجملة كنقولها ونعاودها، البوطة الصغيرة وسط المنزل قنبلة موقوتة، موت محقق. البوطة الصغيرة وسط الدار زعما موت محقق لا مفر منه. علاش؟ لأن هاد البوطة الصغيرة الاسم ديالها بالفرنساوية اللي معروف عليه كومبين غاز، هاد البوطة هذه أصلا علاش دارت باش الناس ملي يخرجوا نزهة ولا هذا يستعملوها في الهواء الطلق في شي بلاصة اللي فيها الأكسجين موجود. احنا المشكل اللي كيوقع لينا وكما قلتي الله يحسن العوان، كاين اللي ما عنده على شي طيب كيطيب على ديك البوطة الصغيرة، ما عندوش باش يدوش كيدخلها معاه الحمام. والمشكل الأكثر اللي كيوقع هو أن دابا الديور ديالنا راه كما شفتوا كلشي ولا صغير، كلشي مسدود، كاين اللي ما عندوش كاع حمام براسو ما كاينش، يعني غير ويستعمل ديك البوطة الصغيرة. هو التسمم كيوقع كما شرحت بالنسبة للفخر ولا السخان ديال الماء في الحلقة اللي فاتت، أن ديك البوطة ملي كتبقى خدامة في واحد المكان اللي ما فيهش التهوية، المشكل ديال البوطة الصغيرة أنها كتعطينا واحد هذا الغاز أحادي أكسيد الكربون بواحد السرعة فائقة، يعني دغيا هذا الغاز كيتكون، وبطبيعته بما أنه غاز كينتشر لنا في ديك البلاصة اللي فيها بواحد السرعة فائقة، يعني كيعطينا واحد الموت زعما محقق لا مفر منه. داكشي باش كنصحوا الناس ما يستعملوش هذا البوطة داخل المنزل إلا ما كانش المنزل ديالهم هوي مزيان،
هذا نداء، هذا نداء، هذه دعوه للناس انهم يسمعوا هذه النصيحه اللي قدمتها لنا الدكتوره اغندوز رشيده اللي هي متخصصه في التسممات بالغاز بالمركز الوطني للتسممات واليقظه الدوائيه. يعني ربما هذا خطا اللي كرتكبوه، وكاين بزاف الناس يعني باقين كيديروها لحد الساعه، وماشي فقط غير الناس الله يكون في العوان ما عندهمش، راه كيقول لك انا ندخل البوطه صغيره لانني كنعتمد عليها، ولات سالات لي الكبيره وما كنلقاش اللي يجيبها لي، راني كنجيبها للدار. فهمتيني؟ مجموعه ديال الناس كنهضر معاهم تيقولوا لي انا عندي ثلاثه ديال البوطات صغار في الدار، عندي البوطه الكبيره وثلاثه صغار باش الا تسالات هذه كنخدم بهذه. نعم. ولكن خاصنا نعرفوا الخطوره ديال هذه البوطه الصغيره الا استعملناها في بلاصه ما فيهاش تهويه، وخاص التهويه تكون كثيره ماشي 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 شويه. نعم. وكما قلت الواحد اللي كيدخل مع هذه البوطه الحمام راه بحال كنقتل راسي بيدي، ما ندخلش معايا البوطه الحمام، ندخل معايا باش ندوش، نسخن القريش ديال الماء والبوطه بعيده عليا، ونجيب القريش ديال الماء وندوش ونخرج بسلام على انني ندي بنفسي التهلكه. نعم واضح. غادي ناخذ اتصال هاتفي من مدينه الدار البيضاء. انا كنطلب من المستمعين انهم يتفاعلوا معنا، يتواصلوا معنا. عندكم تجارب، وقعت لكم مشاكل يعني بسبب الفاخر، البوطه الصغيره، العواد، التدفئه بالعواد، تواصلوا معنا على 0522 77 24 24. عندكم سؤال في موضوع اليوم برنامج اصوات السوق، اتصلوا بنا على 0522 77 24 24. ودائما كنذكر بضيوفي الدكتوره رشيده اغندوز متخصصه في التسممات بالغاز بالمركز الوطني للتسممات واليقظه الدوائيه، وايضا الاستاذ احمد بيوض الكاتب العام لجمعيه اصدقاء نائل وعضو الفيدراليه المغربيه لحقوق المستهلكين، وتحيه للمخرج ديالنا سي يوسف الحراق. غادي ناخذ فاطمه من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير لاله فاطمه. الو، السلام عليكم. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله لا بارك الله فيك. كنوجه واحد التحيه خاصه للزملاء ديالك والطاقم البرنامج كامل على هذا الموضوع والاهميه ديالو، لان عنده اهميه كبيره وجميع الاسر كيهمها. بالنسبه لي انا شخصيا عندي غير جوج الاسئله بغيت نسول المختصه. خديت واحد السكن دابا، وحاليا راني كنصوب واحد الشوميني في وسط الدار، وبغيت غير واش كاين شي احتياطات اوليه قبل ما نبدا نستخدمه، و او ميم طون عندي لا بوسيبيليتي باش ندير لا كليم. دونك واش انا احسن ندير لا كليم او لا الشوميني، وشنو هي الوسائل التدفئه اللي ممكن نخدمها في الشوميني؟ لان سمعتها كتكلم على العود، واش كاين شي خاصيه اللي هي محدده بالنسبه للعود اللي خاصني نستعمله، وشنو هي الاحتياطات اللي خاصني نحاول نتخذها قبل ما نبدا نستعملو؟ واضح نستعمله. واضح السؤال. شكرا جزيلا. بقي معنا في الاستماع دكتوره. نعم. دونك التساؤل ديال هاد السيده انها كتقول الا استعملت لاشوميني شمن عود. مهم واحد المساله اللي كيوقعوا فيها الناس، كيغلطوا فيها الناس، اغلبيه ديال الناس تيقولوا بلي العود ما يقدرش ينتج عليه هذا التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. هي اي ماده فيها الكربون، وملي كتشعل اللي كتعطينا واحد العافيه، مثلا العواد، الفخار، يعني اي اله للتدفئه اللي كنستعملوا فيها شي ماده اللي كتحترق راها كتقدر تعطينا الخطوره ديال التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. دونك دابا انا لقيت الكلمه، يعني اي ماده اللي كتحترق راه يقدر ينتج عليها الخطر. باش نتفاداو هذا الخطر بالنسبه للشوميني ضروري داك البيت اللي فيه لاشوميني يكون مهوي، يكون اولا يكون بيت كبير، يكون اتساع، يكون كبير، ما يكونش بيت صغير بزاف، يكون كبير، يكون فيه مصدر ديال التهويه، وديك لاشوميني ديك الجعبه اللي كتخرج الغاز، اللي كتخرج داك المواد اللي تحرقات اللي بينها الغاز لبرا، تكون مزيانه كما تنقولوا، تكون تري ايتونش، يعني باش الغاز ما يتصرفش لينا لداخل البيت، يخرج لبرا، يخرج الهواء الطلق. نعم. بالنسبه لاشوميني، بالنسبه لاكليم راه لاكليم اللي كتخدم بالدوره ما كتشكلش لينا خطر. نعم واضح. كنتمنى ان السؤال يكون واضح. عندك شي اضافه استاذ بيوض؟ اللي بغيت نضيف على القضيه ديال الشوميني هو ضروري تكون ما يسمى بالفرنسيه لا تيرانس مهمه. خاص لاشوميني تكون كتمص، خصها تكون مصوبه بواحد الطريقه اللي كتمص باش اللي خرجت من الاحتراق
تطلع الماء. وهذه النقطة اللي تكلمت عليها نعم دكتورة، هذه مهمة نعم خصها تكون. وضروري مثلا في القانون في فرنسا مثلا اللي عنده شوميني خصو يجيب لها الرامونور على الأقل مرة واحدة في العام، على الأقل مرة واحدة في العام قبل ما يبدا يخدمها في فصل الشتاء. وهذا الشيء اللي ما كنديروش يسرع هذيك لا شوميني باش الغازات تلقى منين تدوز. وحنا ما عندناش يعني المساحة ديال الشقة أيضا ديال فاطمة من الدار البيضاء. ثاني حاجة الآن إلا ما خفش نكذب ما نعرفش النص واش داز ولا ما داش، باريس لاميري إيه شو اسمه لاميري بالعربية، المهم المكتب اللي مكلف المدينة في باريس هذا العام كان غادي يخرج واحد نص باش يمنع استعمال لي شوميني. جوج الحوايج، الحاجه الاولى العدد ديال لي زاكسيدون اللي كيوقعوا، وبعض المرات كطير شي تشاشه وكتمشي تشعل العافيه في شي اخرى في شي بلاصه اخرى لان العود ما كاربش ولا هذه ولا هذه، كاين هذا العنصر. العنصر الثاني هو ان لا شوميني مولويت، والان الفرنسيين في باريس كيختنقوا بمشاكل التلوث، فهاد العام ما نعرفش النص واش داز ولا مازال ما داش باش هاد العام لي شوميني ما يخدموش، يبداو يخدموا طرق اخرى ديال التدفئه. نعم غادي ناخذوا زينب فاطمه، باقا معنا فاطمه من الدار البيضاء. فاطمه دائما غادي ناخذوا فاطمه من الدار البيضاء ماشي نفس السيده اللي كانت معنا في البدايه. السلام عليكم لاله فاطمه. السلام عليكم لاله، لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك. كنشكركم على هذا البرنامج، كنشكر الاستاذ بيض. عندي اختي واحد التجربه. ايه كانت واحد السيده واحد لابارتمون ساكنه انفاس معايا. باغازار واحد النهار كنسمع الدقان في الجد كتقول لي اعتقيني اعتقيني. المهم دخلت عندها لقيت خوها مسدود عليه في سال دو بان الحمام. في الحمام كتغوط ما نقولش لك واحد القوة باش ولا مسدود داك الباب. سبحان الله خوها مسكين داخل ما بقى لا كيهضر لا والو، غير سمعات بأن تقرق بوليس شي سطولة ولا شي حاجة شكات مشات كتدق عليه سي محمد. سي محمد ما جاوبهاش. المهم دخلت أنا الزوج ديالي، كانت عندي واحد الأخت ما نقولش حنا ستة الناس باش كنفرقعوا داك الباب ما بغاش يتفرقع علينا، لدرجة أن واحد ختي جلست الأرض ضربت النص تاع الباب تهرس غير النص وبقى مسدود مسدود. المهم منين دخلنا لقينا الدري في واحد الحاله ما نقولش لك لذاب لذابه وما تحولوا من حدايا باقا كنتفكروا مغيب غيبو التامه خرج عليك شكوشه مسكين من فمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. جريناه. واش كان مدخل معاه البوطه الصغيره ولا غير بالغاز؟ شوفوا شوفوا كاين معاه في الحمام الداخل. شوفوا كاين لداخل. انا حيت ما عمرني كانت جوره محدوده بيني وبينها. ايه ما عمرك عرفتي السيده فين دايره السخان؟ نعم كانت عندها الحمام. المهم حيت حنا عندنا سال دو بان بوحدو عندنا حاشاك التواليت بوحدها. هي دايره داك الشوفو في التواليت ما دايرهش سال دو بان الكبيره. نعم هو كيدوش في التواليت. المهم خرجنا الدري في غيبوبه تامه صافي الموت ميت. اختي بقيت ديال هذيك الاسعافات الاوليه كانت قاري عليهم كتقول لي انا كنغوت كتقول لي عاونينا فاطمه واختو كتغوت دارت لي اختي بوشا بوش بقات كتضرب لي صدرو. نعم الدري ماشي فاق غير ارجع ديك الكشكوشه من فمه. نعم مع الحكم السكنه ديالي انا عيطنا لومبيلونس ما جاتش. حكم السكنه ديالي كنسكن حدا ولايه امن البرنوصي مشيت عريانه لولايه الامن عيطوا سير بلاص لومبيلونس جات دينا الدري لي زيرجونس. المهم بقينا معاه الحمد لله نقدوه. ايوا الحمد لله كنشكر الممرضين اللي وقفوا على ديك الحاله والشكر ليكم اولا يعني اللي اعتقتوه. نعم فاطمه ما تمشي فين غير بقي معنا عافاك كاين واحد الفاصل قصير وكنواصلوا. مستمعين على راديو أصوات حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم. تقبل الله صلاتكم بالمزيد من الأجر والثواب. وحنا دائما مواصلين معكم مباشرة على أصوات مواصلين برنامجنا برنامج الاستهلاك الأسرة المغربية أصوات السوق.
متخصصين ومهنيين معكم على أصوات باش يوجهوكم كيفاش تحضيوا راسكم وتستهلكوا أحسن. أصوات السوق على أصوات. وأكيد هذا هو الهدف من البرنامج أننا نستهلكوا بلا ما نضروا. غادي رجعوا دائما عند لالا فاطمة والشهادة ديالها المؤثرة. الحمد لله خرجت طريفة. الولد يعني لولا أنكم ما دخلتوش في الوقت المناسب. اللي قلت لك أنا دابا كنت سائل واش الغاز كيسد الباب بهذيك الصعوبة لأننا تعرفناه دابا لدرجة قسما بالله أختي ما بقيتش كنقدر ولادي يعوموا ولا ما كنتش الدار. وانا رغم داكشي انا دايره الشوفو في كوزينه وبعيد على سميتو ولكن ولات فيا ديك الخلعه كنقول لهم لا تنكون وهما كيوفو كيدوشو كنبقى نعيط فيصل ما تعدي وليد فيصل فيصل كيقول لي ماما نعم كنزوج تاعي كيدوش كنقول ليه فهمتي كان كان وليت مسودنا ما بقيتش ولا عندي واحد الخوف رهيب من جهه الشوفو. نعم. بغيت غير نسائل واش لا كنشوفو بعيد واش كيكون في كيكون انا ما عنديش شوفو من نوع رفيع زعما واش كيكون شي تسرب تاع الغاز ولا حيت ما بقاش عندي ولا عندي خوف طبعا ما تعوموش الا ما كنتش الدار ما تعوموش. هذا سؤال موجه لك دكتوره اغندوز. وهو كل ما هو كل ما كان سخان ديال الماء بعيد كل ما الخطر قل. نعم. يكون سخان ديال الماء بعيد ويكون سخان ديال الماء بلاصه مهويه الخطوره ديالو كتقل. كما جاء في الشهادة ديال السيدة هاد السيد اللي وقع ليه هاد التسمم. نعم. هو كيدوش في طواليت وسخان ديال الماء معه في طواليت راه هذا راه موت زعما محقق راه غير ربي ربي عتقو ربي جابها سالمة باش تعتق عاقت بيه خطو دغيا وجابوه وملي خرجوه لبرا وكما سولت قبيلة السيدة شنو خاص يدار إسعافات الأولية اول حاجه خاصنا نهويو داك المكان اللي وقع فيه التسمم نحلو الشراج كاملين باش يدخل لنا اكثر ما يمكن ديال الاكسجين. نعم. واذا كان السيد كانت الحاله ديالو باقا بسيطه راه غير لو فيت انه هوينا الدار مزيان وخرجناه هو من داك المكان اللي كان فيه راه يقدر يسترجع الحاله الطبيعيه ديالو. اذا كان وصل لواحد الحاله شويه خطيره خاصو يمشي لاقرب اقرب نقطه صحيه المنزل ديالو باش يعطيه الاكسجين تحت العنايه المركزه باش يرجع الحاله الطبيعيه ديالو. تكلمت على الضغط اللي كيكون في يعني الباب ما بغاش يتحل واش عنده علاقه ولا ما عندوش علاقه؟ انا على حسب المعلومات ديالي ما عندوش علاقه. ما عندوش علاقه غير دابا الواحد شنو كيوقع انه كيرتبك داكشي باش ديك المره حنا كنا ونصحت الناس وعطيت الناس الرقم ديال المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه. نعم. لان دابا شنو كيوقع ان داك الغاز راه ضروري راه هو تكون في الطواليت راه بيسكو شوفو كاين في الطواليت راه داك الغاز تكون في الطواليت ولكن راه الى كثر بزاف داك الغاز راه غادي يتسرب غادي يخرج الباقي المنزل. نعم دكتوره نذكروا الله يكثر خيرك نذكروا بالرقم بالنسبه للناس. نعم. اللي عاد كيسمعوا لنا الرقم ديال المركز المغربي لمحاربه التسمم هو 0801 3 ديال الاصفار 180 0801 3 ديال الاصفار 180 نعم غير واحد المساله كنت قلتها قبيله ونزيد اكد عليها دابا هو انه لان انا متاكده من واحد المساله بلي راه داك الغاز راه ما بقاش غير في الطواليت راه خرج لبرا غير هو اللي ضرر بزاف داك السيد اللي في الطواليت لانه بما انه كيبذل مجهود ديجا هو عنده نقص في الاكسجين كيبذل مجهود بيسكو انه كيدوش كيحك كيتحرك بذل مجهود اكثر يعني الذات ديالو محتاجه لاكثر اكسجين بالنسبه للشخص اللي غير جالس عادي يعني هو اللي ضر الاول. تفضلوا سيدي. وانا متاكده من واحد المساله بان الاكسجين بان هذا الغاز احادي اكسيد الكربون راه هو خرج الباقي المنزل غير هو بواحد النسبه شويه باقا ضعيفه راه غيكونوا حتى هما راه بداو كيضروا غير ما حسوش بروسهم. التركيز ديالو كان ضعيف. نعم وكما قلت قبيله بلي اول حاجه كيضر بها الشخص ملي كينقص عنده الاكسجين في الذات ديالو كيدخل هذا الغاز احادي اكسيد الكربون في بلاصه الاكسجين هو الراس داكشي باش الواحد ما كيبقاش قادر يركز تيحس بواحد تلافو ان راسو مزير عليه ما كيقدرش يركز يعني راه بالنسبه لهم راه الباب راه زاد قصاح
الوغ الباب راه هو الباب راه ما تزاد فيه ما ربما غير ديك الارتباك وديك الخوف هو اللي اثر عليهم وجاهم ديك الباب. نعم هذا هو اللي اثر عليهم باش ما قدروش. واضح. وداكشي باش كنطلبوا من الناس باش يتصلوا بنا بالمركز المغربي لان حنا كيكون واحد في واحد الحاله واطباء متخصصين وعارفين شنو يعني كيقدروا يقول لهم ثبتوا راسكم حلوا الشراجم حلوا البيبان فرعوا على السيد الباب يعني واحد كيكون في واحد الوضعيه اللي كيقدر يفكر احسن الشخص. نعم. اللي في واحد البلاصه اللي فيها واحد الخطر وكيحس بواحد الشخص قدامه راه ديجا راه في خطر ما عارفين شنو وقع ليه واش ربما مات واش ربما طاح في غيبوبه واش يعني ديجا الارتباك راه كيكون لاعب عليهم. هو ارتباك دائما كيوقع لنا خصوصا ولا كان يعني شخص اللي هو قريب منا اللي وقع له اي حاجه ما كنبقاو نعرفوا حتى شي حاجه ما كنبقاو نعرفوا نديروا حتى شي حاجه. استاذ بيوض انا اللي بغيت نزيد وكنتمنى من المستمع الكريم يسمعني مزيان ويمشي يديرها هو المرحاض وبيت الحمام ما يديرش فيه اي قفل. كاين واحد القفل اللي كيمكن لك تسديه عليك من الداخل ولكن عند الحاجه كيمكن لك تحليه من برا بمجرد تورنوفيس ولا فرشيطه ولا عاشق ولا والو بكل بساطه بالزربه. وهاد القفل راه موجودين والقانون ديال البناء على ما كنعرف كيحط عليه في الحمام. انا كنقول زيدوه حتى في لي تواليت باش حتى لا دخل شي وليد صغير ولا شي حاجه وسد عليه من الداخل ما كلاش نهرسوا الباب باش نفوه غنجيبوا فرشيطه وندوروه من برا وهو تحل بكل بساطه. نعم. تحيه لكل المستمعين اللي كيتواصلوا معنا على الصفحه الرسميه راديو اصوات وايضا الصفحه الرسميه سهام محمدي. عندنا واحد الرساله ديال رشيده اللي كتقول السلام عليكم مشكورين على هذا الموضوع. قالت بي كتمشي عند العائله في منطقه جبليه في امسكرود فصل الشتاء كيدخلوا معنا المجمر فيه الفاخر شعل كيبات معاهم في البيت وكيدفينا ولكن في الصباح مين كيفيقوا كيحسوا براسهم مضوخين شويه وكيجاوبوا قالت كيجيها في حر الضان اولا كيجيهم في حر الضان ولكن هذوك الناس ما كيوقع لهم والو واش حيت هما مولفين دكتوره اولا مساله عاديه هي كتسولك. لا ماشي كيستو ما هذه المساله ما فيهاش مولف الواحد ولا ما مولفش. دابا شنو كيوقع انهم حنا براسنا كتوقع لينا ملي كتمشي ضيفه عند شي واحد كيعطيك احسن بيت البيت اللي مسدود ما غيدخلكش البرد لانه بما ان مهلي فيك مهلي فيك. نعم الكرم المغربي تهلا فيك مزيان تهلا فيك مزيان سد عليك الشراجم سد عليك البيبان باش ما يجيكش البرد في الليل عمر ليك داك المجمر مزيان ما في خباروش كيوجد لك الكفن على برا كما قال الاستاذ بيوض. راه بالنسبه لي هو راه تهلا فيها الكرم اكيد اكيد غدا عندهم ضيفه راه تهلاو فيها مزيان هو مسكين راه عن حسن النيه. اي فوالا معلوم عن حسن النيه ولكن راه هنا فين كتجلى الخطوره ديال هاد المجمر. غير دابا نفتح واحد القوسين بغيت نشرح واحد المساله هما ان الناس كاينه واحد المفهومه خاطئه عند الناس اللي كيستعملوا الفخار كيسخنوا به كيطيبوا عليه وهذا تيقولوا راه ملي الفخار كله كيتكال كيولي كله احمر راه ما كيبقاش كيشكل خطر. فهذا خطا كبير جدا كما كنسميوها بالدارجه كيزند ياك هكذا صحيح كيقولوا راه ملي المزمر راه هو زامد راه صافي راه دابا راه سي لو ماكسيموم راه نستعملوه راه ما غيشكلش لينا خطر وغيعطينا لو ماكسيموم. فهذه مساله خطيره جدا هو كتحيد غير ريحه الفخر وصافي اما الغاز كيبقى هو الغاز فوالا تتبقى الخطر انه دائما كيبقى عندنا الاحتراق ودائما كيحترق لينا الاكسجين اللي عندنا في ذاك المكان وكينتج عليه هذا الغاز وحادي اكسيد الكربون اللي كيقدر يؤدي بالحياه ديالنا. فراه وقعوا مآسي كبارين بزاف ان الناس كيدخلوا معاهم الفخ المجمر كيسخنوا فيه البيت كينعسوا كيجيو الصباح يفيقوا ما كيلقاو ما يفيقوا وفي بعض الاحيان دكتوره انا غادي نقول هذه المساله ان الموت كتكون في بعض الاحيان ستره ولكن في احيان اخرى يعني الانسان ما كيموتش وينما الله يحفظ راه كيجي شلل وكيوقعوا مآسي كثر كيعيش بها طول الحياه. غادي نمشيو لمكناس وناخذوا نوال. السلام عليكم. السلام عليكم. اش اخبارك نوال؟
السلام عليكم، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يجزاك بخير. الله يخليك. انا بغيت نعاود واحد المشكل وقع ليا، ولكن شفت واحد الحاجه اللي انا ما فهمتهاش. شنو هي؟ ملي كنت في الدوش، انا وقع ليا اختناق في الدوش، ملي كنت في الدوش وخرجت كنشوف البوطه مكونجيه ليا. كيفاش؟ مالها؟ كيفاش؟ البوطه الكبيره مكونجيه ليا، يعني التلج داير بيها. ومن الخرج طحت اربعه ديال السوايع، وقع لي انتفاخ في الجسم ديالي كامل، اربعه السوايع وانا بوحدي، حتى واحد معايا، والجسم ديالي انتفخ كامل. ما عرفتش انا شنو هو داك، شنو واش الغاز ولا شنو. ومن بعد فاش دخلوا عندي العائله وحلوا رفعوا الباب ودخلوا من الشقه حلوا الباب، كيلقاو الدار كلها انتشر فيها الغاز، ما قدوش هما براسهم يشموا داك الهواء. وفيها الريحه ياك لاله؟ فيها الريحه داك الغاز. ومنين مشيت للطبيب كيقول لهم يا اما غادي تبقى هاد المراه معاقه، يا اما غادي تقدر تموت. يعني وصلت لواحد الدرجه لان المخ ديالها لعب عليه الغاز. نعم. نوال، والحمد لله النتيجه كانت مزيانه. الحمد لله النتيجه، وهذا دليل انها كتصل بنا اليوم، كتعودنا على التجربه ديالها. نوال غادي تبقى معنا، الله يكثر خيرك. المخرج ديالنا السي الحراك كيقول لي كاين واحد الفاصل ونواصل. وحده، وحنا دائما مواصلين معكم مباشره على اصوات، مواصلين برنامجنا اصوات السوق. شنو اخبار السوق باش تعرفوا؟ برنامج اصوات السوق مرافقكم حتى الساعه الثانيه. واليوم مستمعينا كما تبعتوا معنا يعني في الساعه الاولى من البرنامج، كنتكلموا على وسائل التدفئه التقليديه، على البوطه الصغيره، على الفاخر، على السخان ديال التدفئه اللي كيخدم بالعواد، والخطوره ديال كل هاد الوسائل على الصحه ديالنا. واكيد اللي تاكد لنا من خلال المكالمات من الاتصالات ديالكم. نذكر دائما بواحد الرقم اللي كتعطيه المركز ديال التسممات واليقظه الدوائيه، واللي سجلوا سنه 2015 واللي ناتج على التسممات بالغاز، هو الرقم ديال 2828 شخص اللي تسموا، توفوا منهم سبعه ديال الحالات. ودائما ضيوفي دكتوره رشيده اغندوز، متخصصه في التسممات بالغاز بالمركز الوطني للتسممات واليقظه الدوائيه، والاستاذ احمد بيوض، الكاتب العام لجمعيه اصدقاء نائل وعضو الفيدراليه المغربيه لحقوق المستهلكين. وغادي نرجعوا عند نوال من مدينه مكناس. نعم، نبغي نكملوا معاك التجربه ديالك، واش تنقلتي للمستشفى؟ الطبيب قال بان ربما تبقى عندك اعاقه لا قدر الله، شنو وقع بعد ذلك؟ منين دخلت المستشفى بقيت في انعاش 12 ساعه. نعم 12 ساعه. من بعد ما فقدت الذاكره ديالي، مابقيتش كنعقلت على حتى شي حد تقريبا يومين، عاد رجعت لي الذاكره ديالي شويه بشويه. ومنين رجعت لي بديت كنتذكر ديك الموقف اللي وقع ليا. الحمد لله، الحمد لله على لطف الله كما قال الاستاذ بيوض، والحمد لله على سلامتك. وهذا يعني ميساج اللي نبغيوه انه يوصل لكل المستمعين، انهم ما بقاوش يغامروا براسهم. فالبوطه الصغيره دائما كنقولوا هي قنبله موقوته كما قالت الدكتوره، ايضا الفاخر، العواد، الناس اللي كيلصقوا ديك السخانات الماء في اماكن اللي هي مغلقه ما فيهاش تهويه. فاحنا كنخاطروا هنا بنفوسنا وبحياتنا. شكرا لك نوال من مدينه مكناس. تحيه كل المستمعين دائما اللي كيتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية راديو أصوات، وأيضا الصفحة الرسمية سهام محمدي. كاينة حورية اللي كتقول شكرا على هذا الموضوع اللي تكلمتوا فيه، قالت هي أصلا وقع لها مشكل بالفخر وداخو كاملين، وكتنصح المستمعين والناس كاملين اللي كيسمعونا أنهم ما يبقاوش يستعملوه. أيضا خديجة محمود كتقول أنها وقع لها تسمم المجمر، دخلت انه دخلته مع الحمام وكانت حامله لولا لطف الله. وايضا عبدو اللي كيقول الانسان يحيد على هذه المخاطر كامله. شكرا لكل المستمعين اللي كيتواصلوا معنا، ودائما رقمنا 0522 77 24 24 0522 77 24 24. رجع معك دكتوره
وحنا تكلمنا بزاف وسمعنا هاد الحالات يعني نعم. هذا الرقم اللي كتسجلوه نتوما ربما هو رقم اللي هو ضعيف بالمقارنه مع الشهادات اللي كنتوصلوا بها اليوم. نعم مؤكد. نعم مؤكد باللي هذا الرقم هذا راه بعيد شويه عن الحقيقه. علاش؟ لان هذا الرقم هذا اللي عندنا الناس اللي حسوا براسهم وقع لهم تسمم ومشاو للمستشفى بتروا براسهم. هما اللي عندنا الاحصائيات ديالهم. اما الناس اللي كيوقع لهم تسمم في المنازل ديالهم كيلقاوهم ميتين نتيجه الاستعمالات الخاطئه ديال هاد الاله ديال التدفئه سواء التقليديه واللي كتشتغل بالغاز. الناس اللي وقع لهم تسمم وما وصلوش لواحد الحاله خطيره بزاف وما وصلوش للمستشفى هادو ما عندناش احصائيات ديالهم ما كيوصلوناش للمركز المغربي لمحاربه التسمم. زيد على هذا الشيء يا دكتوره على ان الناس اللي كيستعملوا فعلا السخانه وسائل التسخين ديال الفاخر وديال العواد راه كاينين برا على المدينه كاين في مناطق نائيه اللي ما كاين لا اتصال بالتليفون ولا بالطرقات ولا عن طريق سيارات الاغاثه ولا والو. وبالتالي راه اللي وقعت له مسكين شي حاجه في ديك المحلات هذوك راه ما كاين راه ربي بخبره ما كاينش اللي كيسق لهم الخبر. هذا الشيء ولا مات. لا سمحتي وكاينه واحد المساله اخرى واللي كتزيد الخطوره ديال هذا التسمم هذا بهذا الغاز احادي اكسيد الكربون هو بزاف ديال الناس ما واعيينش بهذه المساله. راه هو وقع ليه راه هو دوش وخرج ضرو راسه ولا راه استعمل الفخر وتا هو باخ وبدا كيتقيا وهذا راه ما عارفش بلي شنو وقع ليه بلي راه وقع ليه تسمم ناتج على تعرض ديالو لواحد الغاز هذا. يعني تيقول راه غير كليت شي حاجه ضراتني ولا تيقول راه غير باديني الرواح ولا تيقول المشكل اللي عاوتاني باش الناس ما كيصرحوش بهذا التسمم هذا انهم ما واعيينش وما عارفينش بلي راه كاين واحد الغاز اللي كينتج الا استعملنا المجمار في واحد بلاصه ما مهمياش الا كان سخان ديال الماء هذا. يعني الناس ما واعيينش بهذا الغاز هذا وبالخطوره ديالو. داكشي فاش كيبقى الانسان تيقول راه غير ضغط راه سخنت سخون وخرج ضربني البرد راه غير كليت شي حاجه ضراتني ولا داكشي فاش هذا الرقم تيبقى ناقص. نعم في الوقت اللي هو راه زار المقبره ورجع. نعم للاسف. دكتوره عندي واحد السؤال اللي غادي نطرحوه ولا ما غنجاوبوا عليه من بعد ما ناخذوا عثمان من فرنسا وعبد الصمد من مراكش. السؤال ديالي ربما دكتور الاستاذ احمد بيوض قال لك واحد الكلمه قبيله قال لك بان كاينين الناس في البوادي اللي تعرضوا لتسممات ويعني بهذه الوسائل ديال التدفئه وهذا وانما ما يمكنش يتصلوا بكم ما عندهمش الرقم ديالكم وايضا ما يمكن لهمش انهم ينتقلوا للمستشفى مستوصف او لا هذا. واش يمكن تعطينا بعض يعني الامور اللي هي بسيطه يمكن يقوموا بها في البيت ديالهم مفردهم باش يعتقوا راسهم؟ نعم هذا ما تجاوبنيش عليه. غادي ناخذوا عثمان من فرنسا ومن بعد ناخذوا عبد الصمد من مراكش. عثمان صباح الخير. صباح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي عثمان. بارك الله فيك. لا من الكويت وانا تنسمع لهذ التدخلات. اييه او بارابور هذا الشيء ديال الغاز وسميتو زعما كاين غير واحد السؤال هذاك الشيء كاع اللي تكلموا عليه نورمالمون في محله. إيه. ولكن القضيه ديال ان الغاز اللي تسرب مع الماء وقالوا بان ما كاينش نورمالمون كاين هذه القضيه ان الغاز يقدر يتسرب مع الماء من السخانه ديال الماء وبالاخص هذوك السخانات الماء اللي كانوا شحال ديال الشيوا نعم واحد مات فيهم. هذا سؤال ياك؟ نعم هذا سؤال. نعم سؤال ثاني هو قضية ديال ان الانسان يدخل معاه البوطه ولا مجمر الحمام ان فريمون هذه القضيه هذه وقعت صح الناس من المعارف ديالي وان اول حاجه بعد الانسان تتحس بهذيك الدوخه والانسان اول ما يحس بالدوخه يتسرع يخرج من الحمام لان الى صبر صافي راه تيوقع عليه واحد الشلل كامل. نعم إذن سي عثمان بقى معنا في الاستماع وربما حتى هو ما دخلتلوش في البال أن الغاز ما كيتسربش مع الماء. غادي نرجع عندك دكتورة. لا كيتسرب مع الماء. الغاز ما بالنسبة لي هو كان لا كيتسرب مع الماء قال لك ما قلت ما استوعبش يعني ما بغاش طيب. ما بغاش يدخل له في دماغه أن الغاز كيتسرب مع الماء. هو راه أنا ماشي أنت اللي غير هو خصك تفسري لي شوية الوقت بزاف. لا هو خصك عرفتي شنو خصك تعلم خصنا الأستاذ
دكتورة أستاذة خاصنا نزيدوا حلقة ثالثة ان شاء الله. مرحبا مرحبا, مرحبا. ربما انا قلت لك راه في البدايه علاش انا ركزت انك خصك تشرح لي ان الناس ما تصنتوش الحلقه, كاين الناس اللي ما تصنتوش الحلقه الماضيه وكاينين الناس اللي ما كيستوعبوا ماشي ما كتدخلش لهم في راسهم كيفاش الماء ما كيدوش ما كيفاش الغاز ما كيدوش مع الماء. وغادي ناخذوا الى اسمح لي يا دكتوره ناخذوا المثال ديال هذا المرض مكناس إيه. اللي وقع ليها حسات بديك الكشكوشه ديال في القرار. انا عمدا وضعت السؤال واش سميتي الريحه, قالت لي ايه. هذاك ماشي تسمم لان الغاز داز مع الماء, لا تسمم ديال الغاز البروبان او ديال البوطان اللي خرج مباشره من القرعه. نعم وداك الفريق ما بين الحراره ديالو هو ديال داك الغاز اللي هو ليكيد والحراره الطبيعيه هو اللي عطى هذاك ما يسمى بالفرنسيه لو فينومين دو كوندونساسيون, هي اللي عطات ديك 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 الكشكوشه اللي بانت البيضاء بحال الثلج. وطبعا الريحه ديال الغاز راه سرحات في الدار كلها. وهذيك الكشكوشه ولا بغاو يعرفوها الناس ما من كتكون البوطه عامره مي كتكون عامره ما كتكون انفويت كتكون انفويت ولا كتكون هذا كاع تبقى نهائيا في الدار كتخرج ديك الكشكوشه تحيد هذيك البوطه نعم. تسد وترجع الماء ليها لان هذيك ماشي غير قنبله وحده مجموعه ديال القنابل تما نعم. ترسان هذه القنابل في ديك هذيك اللي عامره. فلهذا هذاك الشيء علاش ملي كنبرونشي ونقادو ونتبعو كنجربو كنجربو واش كاين شي تسرب شي تسرب نعم هذا هو هذا هو الغرض واضح واضح. ف اللي بغيت ناكد السيد وهاد الدكتوراه تقدروا هو انه الغاز كون كيدوز مع الماء كيف ما فسرت في الاول الحلقه كون كيدوز مع الماء كون كنشمو الريحه ديال الغاز. وشوفوا راه باش تعرفوا بان الاستاذ بيوض راه تلميذ نجيب راه الاسبوع اللي فات مي كان معايا راه كان في باله بانه كيدوز مع الماء لان كان معطيني انا هذا التفسير. دابا انت فهمتي كتعلم دغيا. تبارك الله انا قلت لك شنو كان غير وقت ليلو. وايضا ما نساوش الدكتوره ديالنا اللي هي استاذه تبارك الله متمكنه. دكتوره نعم تفضل. لا غير باش نعاودوا بعجاله نعاودوا نجاوبوا على سي عثمان من فرنسا. غير قبل ما نجاوبوا السيد اللي ساكن من الكويت كما قال غير باش ما نبعدوش بزاف على السيده اللي اتصلت. فهذيك السيده راه وقع ليهم تسمم بالغاز الغاز بوتان. فوالا تماما. حيت راه كيوقع تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون ولكن هذه الحاله ديال هذه السيده هذه اللي ذكرت لنا فهما وقع ليهم تسمم بالغاز البوطه. ترى حتى الغاز ديال البوطه راه هو حتى هو راه خطير وترى حتى هو يقدر يعطينا التسمم. تاع هذه المساله ما خاصناش نكروها نغفلوا عليها. غير هو شنو واقع بلي ان المصنعين ديال الغاز ديال البوطه زادوا فيه ديك الماده هما حتى هو راه ما فيهش الريحه ولكن المصنعين هما اكسبري زادوا فيه ديك الريحه باش ملي يكون تسرب ديال الغاز نعيقوا به نحسوا به باش ما يوقعش لينا التسمم. ولكن في هذه الحاله راه تيوقعوا تيكونوا دي ديفو دو فابريكاسيون. دابا هادو طاحوا في بوطه فيها مشكل تسرب منها الغاز باش عطى ديك الشيء اللي قالت السيده وعطى الريحه وهي دابا راه وقع ليها تسمم بالغاز البوطه. يعني نعم. غير باش نكونوا واضحين باش ما يكونش عندنا خلط. اما الحالات الاخرى اللي كنذكروا اللي كيوقع لهم تسمم نعم. غاز احادي اكسيد الكربون فغاز احادي اكسيد الكربون ما كيدوش مع الماء. ورا السيد اللي كنتو جبتو ديك المره المختص نعم سيمات نعم راه شوفوا راه كاين واحد الجعده ديال الماء سخون وكاينه الجعده ديال الماء بارد وكاينه الجعده اللي كتدي الغاز يعني ما عندوش كيف كله وطريقه تكون هاد الطريق كيما قال الاستاذ ما عندوش كيفاش يتخلط. وبعدا دابا حيت كاينه واحد المساله اللي خاطئه اللي كيبنوها الناس تيقولوا راه ديك لا مونبغان راه ملي كتخسر كتبقى تدوز لينا الغاز. راه شتي ديك لا مونبغان ملي كتخسر راه شوفوا تيوقف ما تيبقاش يخدم. الله يعطيك الصحه. ملي تيكون ان بروبليم في ديك لا مونبغان راه ماشي كتبقى تدوز لينا الغاز مع الماء ولا كدوز لي راه شوفوا كيوقف مره ما كيبقاش خدام. كنتمنى ان السي عثمان من ديار الفرنسيه يكون يعني وصلاته الفكره بوضوح واستوعبها. نعم لان ربما الشرح كان رائع من عند الدكتوره ياك استاذ بيوض. واضح نعم. هو غير هو باش نتاكدوا باش يعني نبسطوها لاقصى درجه اي فاما الريح اللي كنشموا اللي غادي نتنفسوا فيه نعم. فيه الريحه إيه ريحه كريهه اللي هي ديال البيض الفاسد إيه هذاك راه جاي من القرعه
يعني القرعة فيها خلل في الانفيت انفيت تسرب. كان شموا واحد الغاز ما فيه لا ريحة لا والو، هذاك راه هو داك الغاز اللي كنهضروا عليه من الاسبوع اللي داز، هذا الاسبوع اللي هو احادي اكسيد الكربون واللي هو ناتج على احتراق الغاز ديال البروبان مع الاكسجين. كاينه زينه ام البنين اللي كتقول السلام عليكم، تعرضت لتسمم بلوطه صغيره دخلتها معايا للدوش حتى ضغط وحليت الباب وخرجت طحت. كتقول عقل الصغر كان في عمري 17 سنه بالتوفيق اختي سهام. على سلامتك لاله زينه ام البنين، وكنتمنوا ان الناس كاملين يستافدوا من هاد التجارب اللي كتقاسموها معنا. غادي ناخذوا حفيد مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم سي حفيد. السلام عليكم استاذ سهام، اش اخبارك؟ لاباس عليك. سلام، تحياتي للدكتوره والسلام ورحمه البيوض. صباح الخير اسيدي. دونك افيكتيفمون سي بيوض، كاين هذيك لا لوا دازت في باري ديال لي شيميني، مي اكطويلمون كيديروا لي شيميني افواي فيرمي، سيتادير عندهم واحد الفيتر فتزيد الدخان ولا العافيه ما تخرجش للصالون. دونك ايزون ايفيتي لي اكسيدون. جو بارل فيل، مي ا باري افيكتيفمون سي لا بوليسيون. دونك الناس دخلوا، سمعت التدخلات ديال الناس، سمعت التساؤلات ديال الناس، هضروا على بزاف ديال المسائل. يعني ما عنديش ما نضيف بزاف الا البوطه الصغيره غادي نعاود سوليني كما قالت الدكتوره الله يجزيها بخير، ما فرشكم بالدار نهائيا. اي الغاز الدوش بالغاز في الديك اوكسيدي باسكو ما كنسمعكش السي حفيظ مزيان. دونك كتشوف بان السخان ديال الغاز ما ماشي مزيان. نعم ولات خايبه. اسكو جو سويت ما يصفونيش ولكن ميم على الاقتراح الله يجزيهم بخير. الناس راه هما ضعفاء، شي كيدير الفاخر، شي كيدير المجمر، شي كيدير بوطه صغيره، لان البرد الله يكون في العوان. شنو كنقول غير داك الضو ما يتزادش فيه يولي واحد الثمن مرفوق على عباد الله، باش عباد الله الله يرحم الوالدين يسخنوا. هذا الشيء اللي غادي نقول، ما فيها اذا بس كان هذا الشيء ممكن، ما فيها باس. الحلم ما كيحيدوا لنا حتى شي واحد، نحلموا مع راسنا. شكرا على التدخل ديالك سي حفيظ من مدينه الدار البيضاء، شكرا لك. متخصصين ومهنيين معكم على أصوات باش يوجهوكم كيفاش تحضيوا راسكم وتستهلكوا أحسن. أصوات السوق على أصوات، وحنا دائما مواصلين مع مستمعينا مباشره على اصوات في البرنامج الخاص باستهلاك الاسره المغربيه اصوات السوق. اليوم كنتكلموا على وسائل التدفئه التقليديه، تكلمنا على البوطه الصغيره الخطوره ديالها، وصفتها الدكتوره بالقنبله الموقوته، ايضا الفاخر والخطوره ديالو، على السخانات ديال التدفئه اللي كتخدم بالعواد وايضا الخطوره ديالها. وكنت طرحت واحد السؤال قبيله على الدكتوره، هو شنو مثلا كاينين الناس اللي ساكنين في بوادي اللي هما بعاد انهم لا يتصلوا بالمركز، يعني خارج التغطيه كما كنقولوا، زائد انهم ما يمكن لهمش ما حداهمش مستوصف، يعني في حاله ما اذا تعرضوا للتسمم بالفخار او بالبوطه الصغيره، شنو هي الاسعافات الاوليه اللي يمكن يقوموا بها؟ نعم، فكما سبق لي وشرحت، فالعلاج الوحيد والاوحد ديال هاد التسمم بهاد الغاز احادي اكسيد الكربون هو الاكسجين. وينما الاكسجين من غنجيبوه؟ هو الاكسجين كان تياخذو الانسان على حساب الحاله ديالو، مثلا الى الشخص كان جاتو غير دوخه وبدا كيتقيا، اما هو راه غير يخرج الهواء الطلق راه غادي يقدر يسترجع الحاله الطبيعيه ديالو. نعم، يعني على حساب، يعني داكشي فاش كنوصيو الناس أنه في حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، الحاجة الأولى اللي خاص يفكروا فيها هو تهوية المكان. يعني نفتحوا الشراجم ونخرجوا ديك السيد على برا. نحلوا الشراجم، نحلوا البيبان. نخلقوا واحد مجرى الهواء. أول واحد يفكر فيها هو يهوي ذاك المكان اللي وقعت فيه التسمم. ياك دكتورة، ديروا واحد مجرى الهواء. نديروا ان كوروندير، نديروا واحد مجرى الهواء. فوالا، نديروا ان كوروندير باش يدخل لنا الاكسجين المكان، وذاك احادي اكسيد الكربون يخرج على بعض. نعم، بالنسبه للناس نعم هو نوقف المصدر ديال انبعاث الغاز. مثلا اذا كانت اله كتشتغل بالغاز خاصنا نطفيوها. اول حاجه نفكروا فيها نوقف المصدر اللي يسمى ذاك التسمم. مثلا اذا كان سخان ديال الماء، إذا كانت بوطة صغيرة، إذا كان مجمر تشتغل بالغاز،
نحطو البوطة، إلا كان مزمر نخرجو ذاك المزمر لبرا ديال المنزل. خاصنا أول حاجة نفكرو فيها هو نوقفو المصدر ديال ذاك التسمم، يعني إلا كانت بوطة نسدوها، إلا كان مجمر نخرجوه على برا. واضح. المسألة الأخرى هو أنه واحد المسألة اللي خاصنا تهي نبهو ليها الناس، هو أن حتى الناس اللي ما كانش عندهم التسمم مثلا إلى الجارة بقوا عليها وجات باش تعاونهم، راه إلا كان ذاك الغاز كثير عندنا في المنزل راه تهي غادي يطيح. ذاك الشيء باش خاصنا نحاولوا نخرجوا ذاك الشخص اللي عنده التسمم نخرجوه هو لبرا، ماشي حنا ندخلوا عنده. واضح. الناس اللي كيشربوا القهوه، الناس اللي كيشربوا الحليب، كيشربوا الحنة، هذاك الشيء كله مسائل خاطئه. ما عند الحليب ما كاين اللي كيشرب حليب كيشرب قهوه كحله، كاين اللي كيشربوا الحنة، كل واحد كيدير، ولكن هذه كلها ما كتنفعش خاطئه، هذه عاد كتزيد لنا الخطوره، لاننا في عود ما نخرجوا السيد باش يتنفس ويدخل الاكسجين للذات ديالو ونحاولوا ينقذوه، كنزيدو حنا نشربو القهوة ونخليو في ديك البلاصة اللي فيها الغاز. نعم. يعني هادشي كله كنقولو سي سون دو فورس سيكوريتي، يعني كيزيدو لنا الخطر أكثر ماشي كينقصو منه. واضح. حنا في عود ما نخرجو داك الشخص كنخليو تنقولو صافي راه شربناه الحليب دابا يرجع، راه شربناه القهوة، ألوغ كو داك الشخص راه خاصو الأكسجين. دابا هما كيشربو ديك الحنة وديك الحليب وديك القهوة على أساس أنه يرد، وكيقول لك يرد باش يرد مع هاديك الغاز اللي شرب. انا كنعطيك انا كنقربك من الواقع، هذا هو اللي كاين، هذا هو الاعتقاد، راه هذا هو واقعنا وراه حنا عارفين شنو كاين، راه الناس راه ما الناس ما واعيينش بهذا. وربما هذا هو الهدف من البرنامج، دائما كنحاولوا اننا نقربوا المستمعين ديالنا يعني من كل ما هو صحيح، ونحيدوا ديك الاخطاء اللي كتكون شائعه ونسهلكوا يعني بلا ما نضروا كما كنقول. غادي ناخذوا اتصال هاتفي من وجده، غادي ناخذوا رمضان. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم الاخت سهام، وكذلك الاخ الاستاذ احمد بيوت، تحيه اليكما. اهلا وسهلا. وكذلك الدكتورة على المعلومات القيمة. أهلا أختي سي رمضان، وأشكركم على هذه المواضيع القيمة اللي هي بالغة الأهمية. بالنسبة لهذا الغاز حقيقة هو شيء خطير جدا، لكن أنا دابا تقريبا 40 سنة وحنا عندنا فرن الغاز في الدوش، ولكن كاين الاحتياط الأحوط. أولا قبل ما ندخل الدراري الدوش كنعمرو بالماء بدوك الباسينات جوج أو ثلاثة المطايب، ونطفيو البوطا ويدخلوا يدوشوا على خطره، ما يوقع لا خطر لا مشكل. 40 سنة وربينا أطفال الحمد لله حتى ولادنا ما عمرو وقع الخطر، هذا هو الحق، هذا من باب الاحتياط. أنا أضمه هو هذه هي الإنسان المعاملة اللي يعملها، لأن الغاز خطير، والإنسان كيدخل لنا فات وقع لي الولد ديالي هذه 45 سنة كان دار قدوس والدوش مات وتسرب له الغاز أو دا من ثم خطها الطريقة 40 سنة ما عمره وقع حتى شي مشكل الحمد لله. شكرا لكم. شكرا لك أستاذي سي أحمد سي رمضان من وجدة. غادي نبقاو مع فاصل من بعد وغادي ناخذوا ليلى من سلا. عندكم سؤال في موضوع اليوم برنامج أصوات السوق، اتصلوا بنا على 05 22 77 24 24. وحنا دائما مواصلين معكم مباشرة على أصوات. حنا اليوم كنتكلموا على وسائل التدفئة التقليدية والخطورة ديالها. تحية لكل المستمعين اللي كتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية راديو أصوات أو الصفحة الرسمية سهام محمدي. كاين عبد القادر بعلي اللي كيقول السلام عليكم، أنا من ميلانو. فاش كنا صغير كانوا الآباء ديالنا كيديروا سيترون في المجمر، يعني الحامض، باش هو ما بغى يعرف علاش، ولكن ما عرفش يمكن باش يحيد ديك الحدة ديال والله ما عرفت. لا ماشي الحدة، الريحة الفخر ما تعطيش. أيضا رشيد اللي كيقول أنا كل شيء هادشي اللي تكلمتوا عليه كنديرو، هو من أكادير، ومن اليوم ما عمرو يبقى يعاود لأن فيه خطورة. أيضا خديجة اللي كتقول السلام عليكم، أنا وقعت لي مع المجمر، دخلته معايا الحمام والحمد لله على لطف الله. كاينة مستمعة اللي بغات تسولك دكتورة، كتقول بأنها دائما مي كتجي من الحمام راسها كيضرها، كتقول واش كاينة شي علاقة هذا الحمام ديال الزنقة بلدي. نعم تفضل دكتورة. نعم، بالمسائل اللي كيقدر الواحد يتعرض فيهم للتسمم بغاز احادي اكسيد الكربون، الحمام الزنقه. نعم.
علاش كيقدر الواحد يوقع التسمم ديال هذا الغاز هذا في الحمام ديال الزنقة؟ فكما كنعرفوا كامل انه الحمام هذا الحمام البلدي كما هو مصاوب كاين داك البيت السخول داخل ديال الحمام البرمة كتكون اون كونتاكت مع داك بيت النار هذاك الفرماتشي اللي كيكونوا كيسخنوا فيه العافيه كيكونوا شاعلين فيه العافيه باش كيسخنوا العواد باش كيسخنوا الماء. فإذا كان هناك شي تشققات إذا كان هناك شي انشقاق في ذاك الحيط اللي كيفصل ما بين ذاك الحمام الدخلاني وما بين ذاك بيت النار الفرماتشي وذاك البيت الدخلاني ديال الحمام راه كيقدر يكون تسرب ديال غاز أحادي أكسيد الكربون. نعم وللاسف للاسف يعني حنا كنديروا واحد الخطا انا نتكلم على المغاربه ديالنا واللي كيمشيو للحمامات التقليديه وحنا سبقنا وخصصنا حلقه للحمامات التقليديه انهم كيجلسوا بالسوايع نعم ماشي نعم. كيدخل غير يدوش ويمشي بحالاته كيجلس نعم. بالسوايع ولا ما دخلش مثلا لديك البيت السخون اللي تكلمنا عليه بحال اللي نعم. ما مشاش نهائيا للحمام الى اخر نعم. ذلك وهذا نعم. اكيد كيشكل خطوره على الصحه ديالنا نعم. غادي ناخذ اتصال هاتف اخر سي يوسف الحراق معنا مكالمه هاتفيه اخرى نوال ليلى من سلا ليلى السلام عليكم ورحمه الله الو السلام عليكم وعليكم السلام لالا ليلى ربي يخليك اختي انا عندي تحيه لك بعدا وتحيه كاع للناس اللي معك الله يخطيك ليلى انا عندي جوج ديال الشهادات في حق البوطه الصغيره وفي حق الشوفو تبارك الله دابا ولات عندي فوبيا من شي حاجه سميتها الشوفو ولا البوطه الصغيره ولادي كيقولوا لي بغينا الشوفو تنقول لهم والو كنسخن لهم مقراج الماء اللي بغى يدوش يدوش اللي ما بغاش كيمشي للحمام ديال الزنقه نعم حيت كانت توفات واحد الجاره ديالنا كانت عندي ديك الساعه شي 14 سنه كانت دخلت البوطه الصغيره دخلتها معها للطواليط اييه وكتسخن الماء وكتخوي في كتسخن الماء تما كديروا اييه جات البنيه ديالها سدات عليها السقطه من برا بحال اللي قال الاستاذ دابا قال لك نحيدوا دوك السقطات من برا ديال الباب سدات على ماماها المرأة بقات كتضرب هكايا في الباب كتضرب البنت كتعاود لهم كتعاود لنا نيت والوالده ديالي قالت لهم كنسمعت شي ضرب صحابها قالت لها زعما سكتوا من الصداع هي المرأة كتفرك لديك الساعه صافي انا داك المنظر فاش تعطلات في الدوش وداك الشيء وجاي راجلها من الصفر مسكين جاي ومعرضين له الناس يقولوا له راه جاي فرحان هو كان شي يومين ما كاينش جاي معرضين له الناس حدا الباب راه ولقى لابيرونس في ديك الساعه نيت اللي جاي هو من الصفر في ديك الصدفه ديال الموت ديال الزوجه ديالو انا ملي شفت راجلتي غوت وشد داك المنظر بقات فيا واحد الخوف من البوطه الصغيره لحد الساعه شحال مرات من سنه دابا؟ دابا راه علينا شي 16 سنة هكا 16 سنة علين. الله يرحمها ويرحم جميع الموتى ومسكينة واحد المرأة الله يعمرها سلعة وبقى صغيرة وخلات ثلاثة الوليدات عرفتي لقينا راسها محشي في وسط السطل بداك الحر كانت تخوي عليها الماء بارد وراسها بقى محشي في وسط السطل والشعر ديالها طويل ومخرجينها هكا وداك المنظر ما بغاتش يتحيد لي أنا بعدا من عين ديالي داك المنظر والناس كتغوت وبحال اللي الباب كما قلتي والمرأة ما لابسة والو ووليداتها صغار تيغوتوا نعم لا حول ولا قوة إلا بالله وعاوتاني الشهادة الثانية ديال الشوفو السيدة جارت اختي هذه عاوتاني كاينة في مكناس نيت دخلت الدوش خرجت هي من الدوش خرجت حطت السجادة غتسجد لقاوها متحية دايرة تحية كتحي وكتصلي ما كتصلي خرجت من الدوش صافي أنا من هذا المنظر هكا صافي كرهت الشوفو كرهت داك البوطة الصغيرة نعم كنمشي دابا عند شي حد لقيت عندهم شوفوا في الدار كيجيني الخوف كنبقى كنكون رد البال كنخرج من برا ونبقى ندق كل مره ورد البال هما ملهيين وانا رد بالي مع شوفوا مع البوطه الصغيره شكرا شكرا اللهم امين والله يحط الباس والله يعطينا موتى مستوره كما كيتقال ليلى وسلمنا بزاف على الناس ديال سلا غادي ناخذوا عبد اللطيف من مدينه تماره السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله اش اخبارك سي عبد اللطيف؟ لاباس الحمد لله ربي يخليك وكنشكركم على هذا البرامج هذو كاملين انا من المستمعين الاوفياء ديالكم ديال الاصوات الله يخطيك سيدي خويا اختي انا كانت وقعت في واحد المشكل نفس الديكور ديال المجمر كنت واحد النهار دخلت باش ندوش ودخلت هدايا المجمر حطيته هدايا ومني حسيت براسي بدا كيتزاد عليا الحال بزاف بقيت كندق في الباب حتى جاو ماني للدار وخرجوني في واحد الحاله ما نعاودش لك
دخلوني للدار الداخليه يعني بعدوني من البلاصه ديال المجمر وعطوني بواحد شويه الليمون حتى وليت شويه الحمد لله. الحمد لله على السلامه والحمد لله اللي لقيتي الاسره وكانت عندك الجهد كما كيتقال الجهد انك تدق في الباب حيت بعض الاحيان واخا تبغي تحرك كما قالت الدكتوره الجسم كامل كيتقال وبالتالي ما كتبقاش القدره لا باش تعيط ولا باش تدق ولا والو. درجة انني مشيت كنجري لواحد البيت عندي انا وحليت الشرجم ويعني راك عارف الحومه وداك الشيء يعني كل شيء تفرج فيا ديك اللحظه حيت الدار كانت خاويه شي شويه عاد جاو كيجريو وعتقوني بواحد شويه الليمون عاد وليت حسيت بالحنجره ديالي في القدر عاد وليت بخير وكنت على الناس انهم ما يبقاش يستعملوا الفخر لانه صعيب 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 بزاف بزاف. وقال لك سول مجرب لا تسول الطبيب ياك؟ سول الطبيب كاينه. نعم. الله اختي لا عشنا هذيك المرحله ما نتمناش لاي واحد. نعم وحنا راه ما كنتمناو هذه الحالات لاي واحد وهذا هو الهدف من البرنامج هو اننا نوعيو بعضياتنا ونستافدوا من بعضياتنا وخير دليل اننا كناخذوا اتصالات وكنسمعوا الشهادات ديالكم مستمعينا. كنصمت لكم انا من الصباح حتى العشيه وكنسمع البرامج ديالكم الله يخطيك زعما كنستافدوا منهم بزاف. نعم وعييت ما اتصل وحسن الحظ انني اليوم شديتكم الحمد لله الله العظيم إذا فرحان بزاف الحمد لله الحمد لله وحنا فرحانين أيضا أننا سمعنا الصوت ديالك أخي شكرا لك. إحنا مواصلين مع المستمعين ديالنا تحية للمستمعين اللي كيتواصلوا معنا أيضا على الصفحة الرسمية ديال راديو أصوات أولا ديال سهام محمدي. كاينة سامية الحسني اللي كتقول صباح الخير أختي سهام أنا مريت بتجربات تجربة خطيرة يعني التدفئة التقليدية ولكن الحمد لله ما وقع لي والو أنا بغيت غير ننصح الناس يبعدوا على هذا النوع من التدفئة اللهم ما براد ديال اتاي سخون ونشربوا ونسخن ونلبس مزيان ولا هاد المخاطر ديال التدفئه التقليديه. بغيت اختي سهام نبلغ سلامي الحار الاستاذ بيوض. استاذ بيوض كتسلم عليك. اهلا وسهلا مرحبا لالا مرحبا. وكاينه ايزواك كتقول السلام عليكم انا بغيت نشارك معكم بواحد الواقعه بسبب الشوفو ديال الحمام. كان كيصوني قالت بانها كتعيط لينا وما كيشدش الخط كنعتذروا منك. الزوج ديالها تسمم بسبب الغاز وجوج سيمانات هو في غيبوبه مازال ما فاق وكيقول الاطباء الحاله ديالو مستقره ولكن المخ ديالو متاثر بزاف ما عرفناش دابا واش غادي يفيق ولا لا. دكتوره هو دابا في لحد الساعه نعم نعم انا ما كرهتش هاد المستمع انها تعاود تصل بنا لعل وعسى يشد ليها الخط. ازواك كنتمنى انك تصل بنا. دكتوره شنو بان لك من الحاله ديال هاد المستمعه؟ نعم نعم غير بغيت نبين واحد المساله هو اني قبيله ملي كنتي طرحتي عليا السؤال شنو خاص الواحد يدير نعم. الناس اللي في البوادي هذا ملي قلنا الواحد يهوي المكان يوقف المصدر ديال الغاز. واحد المساله اخرى ان الانسان ضروري يعرض نفسه على طبيب. علاش خاص واحد يعرض نفسه على طبيب؟ لانه كاينين بعض الحالات لانه تقدر تمر ثلاثه ديال الاسابيع على التسمم ديالهم بغاز احادي اكسيد الكربون وعاد يوقعوا لهم مشاكل. نعم وهاد يوقعوا لهم مشاكل صحيه دونك بلا ما نستعملوا كلمات شويه معقده ولا هذا ندخلوا في لي ديتا. لا ما حيت ما نفهموش انا شخصيا نعم وهاد المشاكل اللي كيوقعوا هما اللي كينتجوا عليهم هادوك لي سيكيل اللي هضرتي عليهم ان الواحد كيقدر يبقى مشلل حياته كامله ولا كيقدر يوقع عليه مشكل في السيرفو ديالو. دونك هادشي علاش ضروري الواحد يعرض نفسه على طبيب لانه كاينين بعض الحالات ماشي كلشي بعض الحالات لانه واخا كيمر واحد الوقت على انهم وقع لهم تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. اش من تخصص دكتوره يمشي عنده؟ تنفس ديال الجهاز التنفسي؟ يمشي الواحد يعني هاد المشكل هذا ديال تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون يعني اذا كان حدا امتن جينيراليست تمشي عند امتن جينيراليست واضح راه غادي 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 يحل المشكل ماشي ضروري يمشي عند مسام متخصص. واضح طيب. السؤال ديال هذه المستمعه اللي كتقول الزوج ديالها هذه جوج الاسابيع هو باقي في غيبوبه والاطباء كاملين كيقولوا الحاله ديالو مستقره ولكن المخ ديالو متاثر بزاف ما عرفناش واش غادي يفيق ولا لا. العلم عند الله لان هذا الشخص هذا وصل لواحد الحاله هو مرحله شويه صعيبه بالغاز وصل لواحد الحاله خايبه بزاف وصل يعني المخ ديالو انه بقى تعرض لكميه كبيره يعني دخل الغاز احادي اكسيد الكربون
بكثره الجسم ديالو وصل لواحد الحاله اللي خايبه. واحد المساله اللي خاصنا ناكدوها ان كل واحد كيفاش كيرياجي على حسب القدرات ديال الذات ديالو. فكما شرحنا ديك المره انهم كاينين اشخاص شخص اللي مسن ما غاديش يرياجي بنفس الطريقه بحال واحد، يعني المقاومه كتكون ضعيفه. نعم، الناس اللي عندهم ديجا مشاكل التنفس ديجا عندهم ان بروبليم ديال التنفس، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب ديالهم، مثلا المراه اللي كتكون حامله، الدري اللي كيكون صغير، الواحد اللي كيكون كيدوش هو كيبذل مجهود، الناس اللي كيسكنوا في الجبال، يعني هادو كتزيد الخطوره كتبان عندهم اكثر. داكشي باش قلت مثلا هذا الشخص هذا اللي هو دابا جوج سيمانات هو باقي ما فاقش، يعني هذا ديجا يا اما عنده شي مشكل. داكشي باش ما تجاوبش مع العلاج. نعم. وش دكتوره الا سمحتي لي، شنو هما حدود او شنو هو مآل هذه الحاله هذه؟ كيفاش حسب لي ستاتيستيك اللي عندكم شنو يمكننا نقولوا؟ ما فهمت السؤال ديالك سي بيوت. الوضعيه دابا ديال هذه السيده حنا عرفناها. نعم. انت نعم. كطبيبه تصورتي الحاله ديالو. نعم. نعم. طيب شنو هما الحدود ديالو انه يفيق او لا يرجع الصحه ديالو؟ نعم. او شنو حسب الاحصائيات اللي عندكم حسب التجربه الطبيه ديالك الى غير ذلك؟ دونك حنا في المركز المغربي لمحاربه التسمم اليقظه الضوئيه كنعطيو الاطباء اللي في المستشفيات كنعطيوهم طريقة العلاج، يعني كيفاش يقدروا يعالجوا الناس اللي كيوقع لهم تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. ماشي حنا اللي كنقوموا بالعلاج ديالهم. مثلا دوك لي سونتر اللي كنا هضرنا عليهم ذاك النهار، دوك لي سونتر دوك دي بيغ باغي اللي كيسون ايبيغ باغ، راه قلنا المناطق فاش كاينين، كاين في المضيق، كاين في المستشفى العسكري، كاين في الدار البيضاء. نعم نعم. دونك هاد الناس هادو اللي كيكونوا وصلوا لهاد الحالات هادو، دونك يحطوهم في دوك لي سونتر دي بيغ باغي، وكيعطيوهم حصص علاجيه بداك الاكسجين في داك في واحد الضغط مرتفع جدا. نورمالمون هاد الناس هادو اللي كيوصلوا للمستشفى وكيوصلوا لهاد المراكز ديال هاد العلاج هادو المتخصصين، كيرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم ان شاء الله يكون خير. نحسب التجربه اللي عندنا في المركز المغربي لمحاربه التسمم، ان الناس اللي كيكونوا واخا كيكونوا وصلوا لواحد الحاله خطيره، انهم ملي كيمشيو لهاد لي سونتر سبيسياليزي وكيتعطاهم الاكسجين في هاد لي سونتر دي بيغ باغي، نورمالمون كيرجعوا للحاله الطبيعيه. نتمناو. هذا كما قلت قبيله، كاينين بعض الحالات اللي كيقدروا يبقاو عندهم مضاعفات حياتهم كامله، دونك كاين واحد النسب قليله اللي كيقدروا يبقاو عندهم هاد لي سيكيل حياتهم كامله. وشنو اللي يمكن هاد السيده مرات هاد السيد هذا شنو اللي يمكن لها دير باش تتصل بكم او تتصلوا بها باش يكون شي ارتباط بين الاطباء؟ نورمالمون اتصلوا بنا في المركز المغربي لمحاربه التسمم على الرقم اللي عطيتكم، اللي هو 0801 3 ديال الاصفار 180. نعم. وانتم غادي توجهوها ديالنا، كيتصلوا بالاطباء ديال المستشفى اللي كاين فيها هذا السيد. هذا السيد. نعم. طيب. يتصلوا بنا، دونك غيكون طبيب كيدير مداومه طبيه غادي يجاوبها، وغادي يجاوبها على الاسئله ديالها، يمكن يكون هناك شي حوايج اللي حنا ما فهمناهمش. يمكن يكون هذا الشخص عنده شي حاجه من غير هذا التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون، يكون عنده شي مشكل صحي اخر، دونك خاص الحاله تضرب بدقه الحاله ديال هذا الشخص ديال هذا. الاطباء دابا اللي هما كيعالجوه مع الاطباء ديال المركز المغربي لمحاربه التسمم، دونك خاص الحاله ديال هذا الشخص هذا تدرس يعني بدقه، وشوفوا شنو هو المشكل، واش المشكل ناتج على تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون، ولا كان عنده شي مشكل صحي اخر اللي ضاعف مع التسمم بغاز احادي اكسيد. كنتمناو يكون المستمعات نعم تعيط ليهم. انا طلبت منها الرقم الهاتف ديالها، يعني ربما نتصلوا بها حنايا، وانما للاسف ما كتجاوبنيش، وكنعتذر منها لان قالت عيط، وانما كاين ضغط على الخطوط، بالفعل كاين ضغط. غادي ناخذ هشام من مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم سي هشام. السلام عليكم. اش اخبارك؟
الحمد لله وشكر لله. تحية لك أخت سهام والضيف الكريم. مرحبا أحمد والضيف الكريم دكتور هاني. تطرق لواحد النقطة اللي ربما هي الأهم في هذا حيث ربما المداخلات أعطتنا تجارب وأحداث اللي شكلت منها جزء خطر على المواطن ومنها كان ثمن هو الحياة ديال هذاك الإنسان أو لا حياة دوك الناس. والدليل أن جميعا كنعرفوا أن أسره كاملة مشات بسبب هذه الوسائل ديال التدفئة مشات نوعية. غير النقطة كاين مبدأ الصحة والسلامة اللي هو اللي كتكون عنده كمنظور ديال هذا المبدأ كيرسخ مجموعة من القوانين لحماية المستهلك اللي هو حنايا المغاربة. فبالتالي واش السؤال المطروح واش مبدأ الصحة والسلامة عند الدولة كمفهوم وكقانون وكوسائل ردع من أجل حماية هذا المواطن من هذه الأحداث ومن هذه التجارب اللي للأسف ما كان ما عندناش داك التصور بأن أسرة أو لا واحد الأب أو لا واحد الأم أو لا واحد الإنسان بصفة عامة كيمشي شنو هو الإحساس ديال ديالك العائلة دياله كيفاش كيمشي فكما كنقولوا في غمضة عين. الصحة فبالتالي نجي لمبدأ الصحة. الصحة في المنظور ديال مبدأ الصحة سلم هي أن جميع الوسائل هنا نهضروا على الوسائل ديال التدفئة خصها تكون فيها واحد الجودة معينة وعندها واحد المراقبة معينة زائد واحد المسألة اللي كتكون عندها صلة مباشرة مع الصحة. واش كتشكل هذه الوسائل في الأصل ديالها يعني ماشي غير تكيوقع الحدث مني كتكون كتشتغل وبطريقة عادية يعني ماشي مني كيغيب لنا واحد أو لا كيتخنق واحد أو لا أو لا أو لا. واش أصلا طريقة ديالها أداء هذه الوظيفة اللي من أجلها شارمت ما كتشكلش خطر أصلا في البداية. مبدأ السلامة هو اللي كيكون بالمنظور ديال الدولة اللي مني كنحرص على سلامة المواطنين ديالي فأي وسيلة اللي ممكن أو الوسيلة وطريقة التركيب ديالها وطريقة الاستعمال ديالها خاص يكون فيها واحد شروط معينة. وإنما إحنا دابا اليوم كنتكلموا على وسائل التدفئة اللي هي تقليدية مثلا واحد عنده مجمر كيفاش يمكننا أننا مجمر كنعرفوا أنه كيتحط بوطة صغيرة تكنولوجيا عالية. نعم لا مني كنهضر على النوع واش تقليدية ولا هذه الحديثة فأنتم درتوا موضوع من جزئين مني يوم هضرتوا على التقليدية أنا غربتهم بجوز واخا. إذن فبالتالي كيبان لي بأن لو كان الدولة المغربية عندها واحد الإلمام الشعور ديال المواطن ديالها أنه خصو يتحمى من الدولة أولا قبل ما يتحمى من السلوكيات دياله من داكشي اللي يقدم عليه واش غيشعل وسائل تدفئة تقليدية ولا غيرها. غير هو مني كيكون الدولة حيت انتيا مثلا ما تحتي الموضوع من باب التوعية والتحسيس أكيد. ولكن أنا نعطيك انتيا من باب التوعية والتحسيس إذا مشكورين كأصوات كواحد الراديو مشكور أنه كيزرع هذه الثقافة باش المواطن على الأقل تكون عنده ديك الثقافة مرجعية إلا ما كانش محمي من الدولة عبر هذه الوسائل التقليدية والحديثة ولا ما كانش اكتسب الثقافة ديال الاستعمال والطريقة والمخاطر والوقيتة غير ذلك راه شرحتوها أنتم على داعي التفصيل. فبالتالي كيبقى المنبر الإعلامي اللي ديالكم عطى التوعية والتحسيس. جمعية المستهلك اللي كيمثلها الصبيوت ما عندهاش الوسيلة القانونية على أنها تخرج قوانين أو تطعن في بعض القوانين. الضيفة الكريمة اللي كتمثل المركز المغربي للتسمم واليقظة الدوائية كمؤسسة ديال الدولة هو اللي خصو يفرض واحد القوانين انطلاقا من الحالات اللي كيجيو عندهم انطلاقا من الدراسة ديال المخاطر ديال لا التقليدية ولا الحديثة ولا كيف ما بغات تكون. إذن مبدأ السلامة والصحة ما حضرش كقانون كيطبق وكيحمي المستهلك. الصحة والسلامة ما حضرش عند حتى المركز لأنه ماشي أنا دقة واحد الحالة وخص يكون تدخل وتكون نجاعة طبية عندنا بعدها وعندنا وسائل النقل بحال القوارة وكذا يعني سرعة يعني ديك الوزارة ديال الصحة ربما بمرافقة هذا المكتب عندها واحد الرؤية على أنها كتدخل حتى لك المشكل بعدها كاين وسائل تدخل وكاين نجاعة ديال التطبيب. الطامة الكبرى أن هذا المركز ما عندوش واحد الآلية اللي ممكن تخلي هاد المخاطر تنقص والنسب ديال المخاطر على المواطنين لا من باب القانون ولا من التدخل ديالو في مواجهة هاد الريع لأنني أنا كنهضر بمنطقتي ديال تاجر. فإلا كان واحد الناس كيستعملوا وسائل تدفئة باش يدفعوا راكين حدين كيربحوا منها مني كنجيو مثلا وسائل التدفئة التقليدية هنا الباب ديالاش ديال الحرص على غير توعية والتحسيس لأننا ما كنتحكموش فيها لأن الناس كيستعملوها في مناطق مختلفة وهي اللي عندهم ناس كاينين في الجبال إلى غير ذلك. فبالتالي إلى جا منظور ديال التوعية والتحسيس ماشي غير بالإعلام
كذلك بالسلطة هي مسؤولة على أنها ترسخ ثقافة الطبية، لأن ذاك المواطن اللي كيعرف أن عنده ثقافة طبية عارف المخاطر ديال المادة اللي كيستعمل، فراه كيدير بعض الإجراءات. فبالتالي لا هاد الإجراءات دارت الحماية بحكم أن خصها تكون عنده ثقافة، ولا الإجراءات القانونية، ولا كذلك الإجراءات اللي خص هاد المؤسسة اللي كتمثل الضيفة توضعها كاستراتيجية. حنا غنشوفوا الجواب ديال الضيفة شنو يمكن لها ترد عليك سي هشام، لأن بقات لنا 4 دقائق تقريبا باش نختموا الحلقة. شكرا على المداخلة ديالك دكتورة. تفضل دكتورة. نعم نعم. ربما سمعتي التدخل ديال هشام من الدار البيضاء. نعم سمعت. فكما كنت شرحت في البداية ديال هذا البرنامج، فهذا المشكل ديال التسممات بغاز مينفس، بما أننا دابا كنهضروا على التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون اللي كيقدر ينتج على الآلات ديال التدفئة التقليدية بحال المجمار ولا هذا، دونك فهذا المشكل بصفة عامة كما كنقولوا فهذا كيخص مجموعة ديال القطاعات ماشي غير وزارة الصحة، فمجموعة ديال القطاعات كتدخل في هذا المشكل هذا. فالقوانين قوانين راه كاينة، وهذه القوانين دايره وزارة التجارة والصناعة. أما الواحد كيفاش خاصو يستعمل السخان ديال الماء، كيفاش خاصو يحط السخان ديال الماء، السخان ديال الماء اللي غادي يشري شنو هي الشروط اللي كتوفر فيه. حنا وزارة الصحة كنخدمو في مجال اللي كيخصنا هو أن الواحد ملي كيوقع ليه تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون وملي كيمشي المستشفى شنو خاص يدار ليه، يعني فكما قلت فهذا المشكل هذا فهو كيشمل مجموعة ديال القطاعات ماشي غير وزارة الصحة، وكل واحد كيشتغل من الجانب ديالو، كل واحد راه كيدير على حساب الإمكانيات ديالو وعلى حساب التخصص ديالو. أستاذ لي معاك في بيوت الجمعيات ديال حماية المستهلك، فهما راه كيخدموا من جهتهم، وزارة التجارة والصناعة هي راه كتخدم جهتها، ولكن إلا دخل ليا أنا شي سخان ديال الماء دخل بطريقة غير قانونية للبلاد، يعني شكون اللي أن الوسائل اللي كتدخل بطريقة قانونية راه وزارة التجارة والصناعة راه دايره خدمتها. الناس اللي كيوقع لهم ها انتوما وسائل إعلام، راه كنحاولوا بشراكة معنا حنا راه كنحاولوا نوعيوا الناس، زعما كنديروا زعما اكثر من جهدنا، ولكن راه كاينين بعض المسائل الشخص اللي كيدخل معاه المجمر كيدخل معاه بوطه صغيره ومجمر الحمام باش يدوش. نعم يعني شكون المسؤول؟ يعني علام غادي نحملوا المسؤوليه؟ واش على ذاك الشخص؟ نعم. واش على وزاره الصحه؟ واش على وزاره الصناعه التقليديه؟ يعني راه كل واحد كيخدم من جهته، والهدف هو السلامه ديال المواطنين. نعم معنا غادي ناخذ اخر اتصال وباش غادي نختموا الحلقه في للاسف يعني في اقل من دقيقتين. معنا المستمعه الكريمه اللي تواصلت معنا في الصحه الرسميه. السلام عليكم ورحمه الله، اش اخبارك؟ لاباس عليك واخيرا شد الخط. تفضل ربما انت هي السيده اللي الزوج ديالك يعني لحد الساعه هو في غيبوبه، نبغيو نعرفوا منك يعني السبب ديال شنو بالضبط اللي وقع؟ الزوج ديالي. اها ماشي الزوج ديالك، الاخ الزوج. واخا اخ الزوج ديالي دابا هادي 15 يوم تقريبا هو في الغيبوبه، وقال لك المخ ديالو تقدر يكون مات، تقدر بسبب ياش تقدر يكون مات زعما. لا شنو السبب؟ شنو السبب اللي وقع له؟ واش بالفاخر ولا البوطه الصغيره ولا سخان الماء؟ لا شوفوا سخان الماء نهار كامل هو بوحده، والزوجه ديالو كانت معاه في دار الوالدين ديالها، والاخر نهار كامل هو في الدار، حتى جاو شي صحابو دقوا عليه مع شي 5 هكاك، ولقاوه هكاك ديك الكشكوشه على فمه خارجه، وهزوه للسبيطار داروا له الاكسجين، داروا له. اين مستشفى دابا هو متواجد؟ نعم. اين مستشفى هو كيتواجد دابا؟ دابا هو في المستشفى الجامعي في فاس. المستشفى الجامعي فاس. دكتوره رشيده أغندوز، واش المستشفى الجامعي فاس فيه هذا المركز ديال اللي كتكلم عليه؟ لا نو ما فيش. اذا باش كتنصح هاد الناس هما انهم يتصلوا بكم؟ نورمال متصل. دابا خاصنا نعرفوا هذا الشخص هذا واش ما عندوش الطبيب ديالو اللي خصو يتصل عليه التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون، واش افيكتيفمو هذا الشيء اللي وصل ليه نتيجه التسمم بالغاز، ولا عنده مشكل اخر في الصحه ديالو؟ دونك نعم. خاص
اطباء نورمالمون خاصنا خاص الاطباء يعني بما انهم قبطوا في المستشفى ديال الجامعي بفاس فاس. انا كنظن بلي المشكل يمكن ماشي هو 100% احادي اكسيد الكربون، كنظن يعني كو كان المشكل ديالو 100% احادي اكسيد الكربون كو كانوا صيفطوه للمستشفى متخصص باش يديروا دوك لي سونتر ديال التغبه غير اللي كنت هضرت عليهم. ما كيكونش تهاون في هذه المساله ياك دكتوره؟ نورمال كيكون تعاون ما بين ماشي التعاون، كنهضر لك التهاون. التهاون دابا الحاله ديال هاد السيد هادي كاين شويه ديال الغموض. كاين شويه ديال الغموض. لاله فاطمه، لاله فاطمه، فاطمه باقا معانا؟ فاطمه، هاد الناس قالوا لك بانه هو تسمم بالغاز ياك؟ واه. واش عنده شي مرض اخر؟ ما عنده شي مرض اخر ولا ما عندوش؟ لا داروا له التحاليل قال لك واش عنده مزيان. لا 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 بلاتي، لا لا اسمحي لي. واش مثلا هو كانسان عادي بلا اللي يخليني غاز دابا على حيده، واش ما عندوش شي مرض مزمن؟ لا لا ما عندوش مثلا بحال السكر، بحال ليبرتونسيون، بحال الكوليسترول، ما عندوش هذا؟ لا لا ما عندوش والو، كلشي تحاليل مزيانين. قال لك دابا المشكل هو اللي عنده في الدماغ ديالو. باش نربحوا الوقت وباش نخصم لان البرنامج غادي غيقول. عندك شي ورقه؟ عندك ورقه وستيلو؟ نعم. عندك ورقه وستيلو تقدر تسجل واحد الرقم اللي غادي تعطيه لك الدكتوره دابا، تعاود الدكتوره تعطيه لك وتتصلوا بهم، وربما غادي يكون تواصل بينكم وبين المستشفى. دكتوره رشيده اغندوز، نذكروا بالرقم دكتوره اغندوز؟ 0801 3 ديال الاصفار 0801 3 ديال الاصفار 180 0801 3 ديال الاصفار 180. لاله فاطمه، نعم. هذا هو الرقم، هذا هو الرقم ديال المركز ديال التسممات واليقظه الدوائيه. اكيد غادي تتصلوا بهم وغادي يكون ارتباط بينهم وبين المستشفى. شكرا لك، الله ينوضوا على خير. الله يسمعكم اخبار الخير. غادي نختموا الحلقه، للاسف ما غاديش نديروا حتى لهذا. دكتوره اغندوز رشيده، شكرا جزيلا على التواصل ديالك معنا. اذكر انك متخصصه في التسممات بالغاز بالمركز الوطني للتسممات واليقظه الدوائيه. شكرا للأستاذ أحمد بيوض.